أمريكا تتأهب وتستعد للفيضانات والكوارث الطبيعية المدمرة. بعد الزلازل المدمرة التي أصابت تركيا وسوريا، عاصفة ثلجية في كاليفورنيا تغلق الطرق وتهدد الحياة. وكأن نهاية العالم ستبدأ من أمريكا، وبايدن يفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ويطلب من المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع نهائياً مهما كان السبب. يا ترى ماذا يحدث في العالم الآن؟ منذ مطلع العام الحالي، والكوارث الطبيعية تزداد بشكل مخيف للغاية، وكأن الأرض تتهيأ لأمر ما. في البداية سنعرض لكم ملخص ما يحدث في العالم الآن بشكل مختصر. ولكن قبل أن نبدأ، فضلاً ادعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. بدأت الأحداث بلغز غامض، قطيع من الأغنام يدور لأيام بلا توقف، مما أثار الرعب والخوف في نفوس الناس. حركة الأغنام الدائرية المخيفة بدأت ببضعة خراف فقط قبل انضمام بقية القطيع إليها. ووقتها كان السبب مجهول، ولكن الآن نستطيع أن نفسر سبب دوران الخراف بهذه الطريقة. رصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع حركة غريبة للطيور. قبل وقوع الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا وسوريا، وفي أحد المشاهد كانت الطيور تحلق في سماء مدينة تركية بأعداد غير معهودة في هذا الوقت بالذات. وظهرت بعد ذلك علامات عديدة قبل حدوث كل هذه الكوارث في العالم. وبعد ذلك بدأنا نسمع عن زلزال تركيا وسوريا الكبير، والذي راح ضحيته أكثر من 60,000 شهيد. وظهر العالم الهولندي يتنبأ بحدوث زلازل خطيرة ستحدث في الأسبوع الأول من مارس، وقال أن هذا الأسبوع سيكون خطير للغاية، ويحتمل أن تصل هذه الزلازل إلى الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الزلازل. فيضانات وأعاصير تضرب كاليفورنيا الأمريكية، وتحذيرات لخمسين مليون مواطن أمريكي. وقبلها حدثت عاصفة القرن التي تسببت في تجمد الحيوانات والمواطنين حتى الموت. أما بالنسبة للعاصفة التي حدثت أمس في كاليفورنيا، فقد حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات كارثية. عاصفة ثلجية تضرب كاليفورنيا ومليون شخص في ميشيغان تحت الظلام. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب خطيرة وربما مميتة على الطرق في جنوب كاليفورنيا. تساقط كثيف للثلوج خلال عاصفة ثلجية لم يسبق لها مثيل حول لوس أنجلوس، فيما تهدد أمطار غزيرة مناطق أخرى بفيضانات مدمرة للبلاد. فقد أصيبت أمريكا بقنبلة إعصارية تنشر الخراب بكامل الولايات الأمريكية ومركزها ولاية كاليفورنيا. العاصفة الجديدة تأتي بعد أيام من زلازل تركيا وسوريا، ويبدو أن أمريكا هذا العام على موعد مع شتاء استثنائي مدمر، إذا لم تكد عاصفة القرن تهدأ قليلا، حتى هبت قنبلة إعصارية مدمرة في كاليفورنيا أيضا. وكأن الأعاصير والسيول ترفض ترك الشوارع الأمريكية في هدوء. وقال مسؤول في كاليفورنيا أن بعض الأشخاص علقوا داخل سياراتهم لأكثر من يومين خلال ما وصف بأنه أسوأ عاصفة في حياتهم على الأرجح. وعندما ننتقل لما حدث في هذا العام، فقد حدثت فيضانات إيطاليا التي اجتاحت الشوارع والمنازل، وسببت فيضانات إيطاليا خسائر مادية كبيرة. ويتوقع الخبراء أن زلزال تركيا وسوريا من الممكن أن يعقبه موجة تسونامي مدمرة. ورصدت مقاطع فيديو الفيضانات القوية وهي تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زنكليا. ضرب زلزال بقوة 7 درجات الصين، ولحظات الرعب والخوف تدخل في نفوس المواطنين في الصين وطاجكستان. بسبب زلزال بقوة 7 درجات ضرب الصين وطاجكستان، وأعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ في طاجكستان
تعرض بلادها لهزة ارتدادية تبلغ قوتها حوالي 7 درجات على مقياس ريختر، وسط مخاوف من حدوث كارثة حال انهيار أحد السدود في المنطقة. فرضت الحكومة الصينية حالة الطوارئ، وقررت إخلاء آلاف المنازل والشوارع بسبب الزلازل المدمرة التي أصابت الصين. زلازل وكوارث طبيعية تجتاح الصين بعد تركيا وسوريا، والتي تسببت في مقتل العشرات من المواطنين وإصابة المئات، وإخلاء مئات المنازل وإغلاق الطرق وهروب المواطنين. اجتاحت الزلازل غرب وشمال طاجيكستان، مما أجبر المئات على إخلاء منازلهم وتسبب في إغلاق الطرق والمدارس وانزلاق الأراضي ودمار المنازل. من جانب آخر، الكوارث الطبيعية تهدد دول أمريكا اللاتينية بشكل مرعب. تعاني دول أمريكا اللاتينية من الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والفيضانات، التي تسببت في تدمير المنازل، ووفاة مئات الأشخاص وتشريد الآلاف. ففي البرازيل أعلنت السلطات أن الفيضانات وانهيارات التربة التي تسببت بها الأمطار نهاية الأسبوع أودت بحياة 40 شخصاً على الأقل في جنوب شرق ولاية ساو باولو، ومتوقع الإعلان عن المزيد من الضحايا. وضربت أمطار غزيرة في الجزء الشمالي من تشيلي، أدت إلى فيضانات عارمة، وإلى أضرار لحقت بأكثر من 450,000 مواطن، و25 قتيل، وأكثر من 3,000 مصاب، وتضرر 2,000 منزل جنوب تشيلي. ارتفاع عدد قتلى إعصار نيوزيلندا إلى 11 شخصاً وآلاف الناس الذين تم فقدهم. وقال رئيس وزراء نيوزيلندا: إننا بحاجة إلى إعداد أنفسنا لاحتمال وجود مزيد من القتلى في أنحاء البلاد، والعدد الفعلي لن نعرفه حتى الآن. وأدى الإعصار الذي اجتاح المناطق المرتفعة من الجزيرة الشمالية إلى عزل بلدات، وجرف مزارع وجسور وغمر منازل، كما تسبب في نفوق ماشية وتقطع السبل بالسكان فوق أسطح المنازل. وأيضا ضربت فيضانات البرازيل، وتسببت في مصرع 60 شخصاً على الأقل، جراء فيضانات اجتاحت ولاية ساو باولو. وقالت حكومة الولاية في بيان لها: إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات عارمة ضربت البلدات الساحلية. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. هل تعتقد عزيزي المشاهد أن المستقبل في هذا العام سيكون طبيعي، أم أنه ستحدث كوارث أخرى مشابهة لما حدث في بعض الدول؟ ننتظر رأيك في التعليقات.